السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهاتنا Azure Governance. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الار باك وعرفناها، شفنا استخداماتها ومميزاتها ومكوناتها، وقلت لكم ان في الفيديو القادم اللي هو ده يعني احنا لازم نفرق بين نوعين رئيسيين من انواع الرول اللي هو الاجر رول والاكتيف دايركتري رول. الحقيقة انه علشان تفهم استخدامات الرول وتفرق بينهم اصلا لازم نرجع كده بالذاكرة لورا لحد مثلا ما مايكروسوفت طلعت اجر، وكان اسمه ويندوز اجر. كان عندي ثلاث انواع من الرول، تمام؟ كان عندي اول ما اجر اصدر يعني في بداياته كده كان عندي ثلاث ادوار رئيسيه. كان عندي الادمنستريتور او الاكونت، خلينا نقول الاكونت ادمن، وكان عندي السيرفيس ادمن، وكان عندي الكونتريبيوتر، وكان بيختصر لي بيشار لي باختصار سي او ادمن، تمام؟ الاكونت ادمن ده من اسم، ده مدير حسابك اللي هو مدير السبسكريبشن اللي حضرتك رحت خدتها من مايكروسوفت، وده كان الايميل اللي حضرتك كنت بتدخله ولما تحصل على الاشتراك من خلاله، وده كان بيبقى واحد فقط على مستوى السبسكريبشن، يعني ما ينفعش يبقى فيه اتنين اكونت ادمن، تمام كده؟ بعد كده كان وباي ديفولت الاكونت ادمن كان بياخد رول سيرفيس ادمن باي ديفولت، خلاص؟ يعني هو الاكونت ادمن كان بيشتغل اكونت ادمن وفي نفس الوقت سيرفيس ادمن، تمام؟ طيب الاكونت ادمن عرفناه، السيرفيس ادمن ايه هو؟ قال لي ده مدير خدمات السبسكريبشن بقى اللي انت حصلت عليها من اجر. كل السيرفيس اللي موجوده على البورتال كان بيبقى فيه رول كده كان اسمه سيرفيس ادمن، اوكي؟ وده برضو كان واحد بس على مستوى البورتال كلها، ما كانش ينفع يبقى اتنين سيرفيس ادمن، تمام؟ ده الكلام ده احنا علشان بس حدش يقول انت بتقول ايه الكلام ده يا شباب، لما في بدايه اجر، خلاص؟ طيب بعد كده كان في رول كان اسمه كو ادمنستريتور او كونتريبيوتور ادمنستريتور اللي هو المسؤول المساعد، ده كان بيعمل ايه؟ كان بيساعد بقى في الاداره على البورتال، يعني ياخد نفس صلاحيه السيرفيس ادمن، ولكن بيختلف بينه وبين السيرفيس ادمن انه ما يقدرش الكو ادمنستريتور ده ما يقدرش ينقل صلاحيه لاحد الاشخاص، تمام؟ ده كان اول نموذج طلع من الرول. بعد كده اجر عملت اللي هو الاجر رول او الاجر ار باك، تمام؟ خلينا نروح كده ونغير القلم ونقول الاجر ار باك. قال لي الاجر ار باك ده هو نظام تفويض يعني اجر انشاه علشان حضرتك تستخدمه فتفوض بيه سين من الناس وصاد من الناس، تمام؟ حط لك كده بعض الرول، هي مش بعض الرول ولا حاجه، يعني تقريبا معظم الرولز اللي هندخل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نستعرضها، وتقريبا هم حاجه و70 رول يا شباب، خلاص؟ حطها لي كده اجر او انشاها لي جوه البورتال علشان انا اتمكن من اني ادير الخدمات بتاعتي من خلالها، افوض صلاحيات على الخدمات بتاعتي من خلالها. وهنلاحظ ان احنا لما ندخل نستعرضها مع بعض ان هي بتبقى تحت مسمى اي اي ام، تمام كده؟ ايدنتيتي اكسس مانجمنت، Identity Access Management، خلاص كده يا شباب؟ تمام. الرول ديت بتختلف من سيرفيس لسيرفيس. الرول ديت
بتختلف من سيرفيس لسيرفيس. يعني لو دخلت على الكمبيوت هلاقي رول خاصة بالكمبيوت، لو دخلت على الاستورج هلاقي رول خاصة بالاستورج، لو دخلت على سيرفيس تانية اس كيو ال مثلا هلاقي سيرفيس خاصة بالسيرفيس اللي انا داخل، او عفوا رول خاصة بالسيرفيس اللي انا داخل عليها. لكن مايكروسوفت بتقول لي ان في ثلاث ادوار رئيسية او ثلاثة رول رئيسية هتلاقيهم في كل سيرفيس. هتلاقيهم فين؟ في كل سيرفيس. ايه هم؟ قال لي اول حاجة الاونر، تمام، بعد كده الكونتريبيوتر، بعد كده الريدر. دول هتدخل الكمبيوت هتلاقيهم، هتدخل الاستورج هتلاقيهم، هتدخل الاس كيو ال هتلاقيهم، تدخل الكونتينر هتلاقيهم، هتدخل سين صاد زيد عبيد. دول بيتكرروا معاك في اني سيرفيس حضرتك بتتعامل معاها. خلاص كده؟ تمام. بعد كده بقى لما بدأت اجر تتعامل مع الاكتف دايركتري وتطلع السيرفيس اللي هي اسمها اكتف دايركتري، وتبدأ الشركات والافراد والمنظمات تشترك في الاكتف دايركتري على اجر، بل وترحل من الاون بريم اكتف دايركتري تو اجر باستخدام الاجر كونكت، بدأ يبقى عندي بقى اي دي ار بانك. خلي بالكم يا شباب الكلام ده مهم جدا، وما اعتقدش ان حضرتك هتسمعه عند حد تاني، لانه بيعتبروه انه يعني اما انه كلام معروف او كلام مش مفيد، ولكن احنا يعني كلام مفيد جدا علشان حضرتك تفهم بشكل كويس جدا. تمام كده؟ يبقى استعرضنا كام نوع؟ نوعين، الكلاسيك رول اول حاجه طلعت، بعد كده الاجر رول، وبعد كده الاكتف دايركتري رول. قال لي الاكتف دايركتري رول من اسمها هي رول مخصصه للاكتف دايركتري، يبقى انا لو واخد اكتف دايركتري من اجر هتعامل معاها، طب لو مش واخد هتتعامل بقى مع الاجر رول العاديه. وصلت؟ طيب هل في فرق، هل في فرق بين الاجر رول والاكتف دايركتري رول؟ اه في فرق. ايه الفرق؟ الفرق انه خلينا مثلا نعمل كده، او خلينا نعمل ايه، خلينا نقول ان ادي عندي اجر رول العاديه، وادي عندي اي دي اللي هي اكتف دايركتري رول. ايه بقى الفرق؟ في فرق، في فرق لازم حضرتك تعرفه. الاجر رول هيمانج ايه؟ همانج بيه ايه؟ الرول الخاصة بالاجر، همانج بيه الريسورس، همانج بيه ايه؟ الريسورس. تمام؟ جميل. طب الاكتف دايركتري رول همانج بيه؟ همانج بيه الاكتف دايركتري ريسورس، همانج بيه الاكتف دايركتري ريسورس. تمام؟ تمام. يبقى دي اول فرق. تاني فرق، قال لي باي ديفولت بالعقل كده وبالمنطق، طالما هنا في الاجر رول هتمانج الريسورس، يبقى السكوب هيبقى على مستوى ايه؟ هتطبق على مستوى ايه؟ هتطبق على مستوى السبسكريبشن والريسورس اللي تحتيها، صح كده؟ تمام. طب هنا في الاجر اكتف دايركتري رول هيبقى السكوب بتاعي ايه؟ السكوب بتاعي هو التيننت اللي انا واخده علشان احط عليه الاكتف دايركتري. مش هنقعد نشرح ايه هو التيننت لان احنا شرحناه باستفاضه في كورس الاكتف دايركتري. تمام. السكوب بتاعي هيبقى الاكتف دايركتري دايركتري، اوكي، في الاكتف دايركتري ده المصطلح. في بقى جوه لو دخلنا هنلاقي حاجه اسمها دايركتري، خلاص،
يبقى هيبقى الاكتيف دايركتري دايركتري وما يحتوي بقى من اليوزر جروب ابلكيشن و و و، يبقى السكوب هنا هو الاكتيف دايركتري وما يحتويه. خلاص ادي اهم فرقين، ما اعتقدش في حاجه تانية يعني. اوكي هنا انا هقدر اعمل كاستم رول، هقدر اعمل كاستم رول. طب هنا هقدر اعمل كاستم رول، هقدر اعمل كاستم رول. اوكي خلاص تمام. يبقى كده في الفيديو ده احنا تناولنا ايه؟ تناولنا الاجر رول والاكتيف دايركتري رول والكلاسيك رول، وفرقنا بينهم وعرفناهم، ويعني اعتقد ان دلوقتي بقينا فاهمين. عشان الفيديو الجاي ان شاء الله لما ندخل بقى نستعرض الرولز ديت على البورتال، محدش يقول لي والله هي رول السيرفيس بتاع الستورج اكونت مختلفه ليه عن الرول الفي ام، طب ليه لما بدخل الاكتيف دايركتري بلقى رول كتير وليه خلاص. يبقى انت كده المفروض ان انت فهمت. اوكي اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.